حسب توجيهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعمال قامت، وبناء على توجيهات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في بغداد، قام قسم التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في نينوى بتشكيل لجنة لغرض استقبال المتقدمين لإغراض التعيين في قسم التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال فرع نينوى. لذلك نهيب بالمتقدمين مراجعة قسم التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في نينوى في حي الشرطة في مكان روضة الأجيال الثانية. آلية العمل، قمنا بتشكيل لجنة، وهذه اللجنة تقوم باستقبال المتقدمين وتدقق الاستمارات والمعلومات تكملها، ومن ثم نقوم بإرسالها إلى بغداد. طالبين مستمسكات كاملة مثل هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية، بطاقة السكن مصورة، هويات أفراد الأسرة بالنسبة للمتزوجين، شهادة تخريج أو تأييد تخرج نسخة مصورة، بالنسبة لذوي الشهداء والسجناء ما يؤيد ذلك، إذا كان شهيد والده أو أخوه يجيب كتاب يؤيد ذلك، بالنسبة لذوي الإعاقة تقديم ما يؤيد ذلك كذلك، البطاقة الاستشارية ووصل التسجيل للعاطلين. احنا متقدمين تقريبا 285 متقدم.